اسمي عزيزة محمد ولديد، مواطنة من الشعب الصحراوي. يا ثوار الساقية يا حومة المجد. احنا على كل حال احنا مانا دعاة حرب، احنا دعاة سلم. في الوقت اللي باقيين عندنا وقادرين على الحرب، وعندنا باش نعدل الحرب كيف عدلناه، يعرف العالم كامل اننا عدلنا الحرب من لا شيء، وانطلقنا من لا شيء. وتات اندروفيرات، ما عندنا شيء، ما عندنا سلاح، ما عندنا الا قوة الله تبارك وتعالى مساعدتنا ومعاونتنا وحقنا اللي يعلى ولا يعلى عليه. هذا الحق اللي انطلقنا من مجلو واللي جينا من مجلو، ما نرافدين شيء، ما نلابسين شيء، جينا على كرعينا. هذا الحق هو اللي زلنا نطالبه، هو اللي داير علينا نعجل عليه. احنا افريق رانا طالبين من امريكا، وطالبين من فرنسا، وطالبين من الدول اللي هي عندها حق الفيتو، ولا اللي هي عندها مثلا عظمه وعندها حق باش تتدخل في كل ما هي مسله، انها تتدخل الى جانبنا وتعدل لنا مفاوضات احنا باقيينها اجلانا باش نوصلوا للهدف اللي احنا ندوروا. عنا رانا ماكلنا صابرين، وعنا رانا ماكلنا محامين. إفريق في ذا الوقت اللي احنا فيه وفي ذا الوقت اللي ندور هو عنها تخلق المفاوضات، هذا هو اللي باقي مش